لك فورا بتوقف العمليات وبتسلمني الأدلة اللي معك، مفهوم؟ شو أمير؟ مفهوم، منيح. بس أنا رح أجي. ليك أنت لازم تضلك مع لبنى، وهذا الشيء الصح، ولازم تترك اسطنبول فورا. ويا سيدي أنا اللي بجيبها لرفيف. شو الموضوع؟ شو مخبي علي سعيد؟ احكي. ها؟ ليك انت ما في داعي تتدخل بهالشغل بنوب، عم تفهمني؟ ما بدي اتدخل يا سعيد. قلت لك انا بنقذ رفيف وبجيب لك اياها. وانا بدي روح معك، ليش ما بدك روح؟ يا الله. ليك عم اقول لك بدي روح لحالي، اسمع كلمتي خلاص. في شيء انت مخبي علي. ايه انا بعرفك عم تكذب بهالموضوع. قل لي شو في. قال حقي بدو يقتلك. يعني بدو الأدلة وبدو يقتلك مقابل يعطيني رفيفة، فهمت الموضوع؟ هاي الحقيقة، فهمتني هلأ؟ بس انت اذا طلعت من هي المنطقة وسلمتني الادلة لحتى اعطيها، وقتها رح انقذ حياتك وحياة رفيف، وهيك نحن ما بنخسر حدا. مستحيل نخاطر يا سعيد، ولهيك بدي روح. شو عم يحكوا هدول هلا؟ ها؟ ليش هيك عم يحكوا ويضيعوا وقت؟ يعني ما كفاهم مساومة كل هالسنين ما عم يستوعبوا؟ خليهم يجيبوا لي بنتي، انا بدي يرجعوا لي اياها لحضني. لك حدا يقلهم يروحوا يجيبوها يا جماعة. أنا بدي أروح، سلمني إله وخد رفيف. ماشي، وطالما هيك رح نفكر بالموضوع أكتر، لأنه إذا سلمتك إلهم بده يقتلك. خلاص فهمنا بقى يا سعيد، المهم إنه ننقذ حياة رفيف. رح ننهي الموضوع، لهيك ما عنا وقت نخطط له، مشان هيك خلينا نروح فورا، ما عاد معنا وقت. خير شو القصة؟ حقي ليش بده إياه لأمير؟ ليك سليم، اوعك تحكي شي لحدا من الحكي اللي سمعته، مفهوم؟ وخاصة للبنى يا سليم، عم تفهمني؟ أكيد جعتي، جبنا لك همبرجر، يلا كلي. أنا ما بدي أكل همبرجر، أنا بدي أمي وأبي بعتوني لعندهم. طيب شو رأيك نجيب لك أكلة تانية؟ تنبسطي؟ قلت لك ما بدي أكل بنوب، أنا قلت لك بدي ماما وبابا يا عمو. ايه يا تحسين، لليوم كم زلمة صرت دافن؟ كتير يا بيك، ما عمد. ما هيك؟ الله يرحمنا برحمته يا تحسين. بس هي أول مرة أنت رح تدفن وكيل نيابة، الأبر جاهز؟ جاهز يا بيك. منيح، خليه طويل شوي، الرجال معه طول. ولازم يكون محل الأبر ومنظره كتير منيح لحتى روح زوره بعد ما أتقاعد. ألو. نعم سيدي. ألو كينان. معك سيدي. بتوقف كل العمليات فورا. ممكن أعرف شو في؟ الدوريات جاهزة، عم نستنى من الصبح لحتى نبلش. في شي مشكلة؟ في كينان،
الأدلة اللي عندي طلعوا مزيفين، لهيك بتأجلوا العمليات لحتى أخبركن، مفهوم؟ ألو، اللي سعيد؟ بدي أسمع صوت البنت شوي. البنت منيحة، أنت لا تقلق. هلا انت مو شغلتك تتصل فيني، انت شغلتك تجيب لي اللي بدي اياه. ليك انا رح حل هالشغله، مفهوم؟ اعطيني بنتي لشوف. خدي لشوف. بابا قولي الو. بابا وينك انت يا بابا؟ الو رفيف، بنتي حبيبتي لا تخافي، بعد شوي جايين انا وعمك لحتى نجيبك، ماشي حبيبتي؟ خلص لا تخافي، عم اقول لك جايين لعندك بعد شوي. حبيبتي أمي خلصوني من هون، وينكم تأخذوني؟ أنا بدي إياكم. إيه طيب أمي، أوعك تخافي ماشي؟ هلأ رح يجي بابا بسرعة وياخدك، بس أنتي اهدي وقلي لي أنتي منيحة. يلا بنتي بكفي خلص حاج. لك شو هادو لك؟ حدا بيجيب لبنت صغيرة همبرجر وهيك شغلات؟ الشغلة واضحة ما بتحبها، روحوا جيبوا لها بيتزا. يلا في شغلات كتيرة للصغار، جيبوا لها حليب موز، حتى جيبوا شوية ألعاب بناتية بتتسلى. شو عم تستنوا؟ شو عم تستنوا؟ روحوا جيبوها. سعيد ما سمعت عم تقلكم خلصوني، ليش واقفين؟ تحرك انت وياه. خلص انا رايح على المديرية، خلص رح روح. بدي اترجاكم ما تتركوا لبنى لحالة، ماشي؟ طيب خليني اجي معك امير. لا لا خلص، ما بدنا نلفت نظر، يلا. سعيد شو الموضوع؟ يلا حكي لنا شوفي. أمير، أمير حبيبتي. أمير ليش ما عم تخبر الشرطة مشان يروحوا ينقذوا بنتي من هالحقير؟ لأنه ما بدي خاطر بحياتي يا روحي، فهمتي ليش؟ ليش هذا حقي؟ إذا خبرته إنه بيعمل شيء لبنتي. لك لا، ما حدا رح يأذي رفيف أبدا، خلص أنت لا تقلقي، ونحن اللي رح نحل هالشغلة هي، يعني أنا وسعيد وبس. ليش ما بتتذكري كيف أنا وسعيد أنقذناكي؟ وهيك كمان بدنا نروح نجيب لك رفيف ونرجع، وبهذا الوقت أهم شيء أنت ما تحكي بهالموضوع لأي حدا، عم تفهمي؟ في شيء ما هيك؟ أنت عم تخبي علي شيء وما عم ترد تقلي يا أمير، مو هيك؟ لا لا رؤي